احنا معانا دلوقتي عشان نعرف التفاصيل اكتر ونعرف الوضع عن كثب معانا الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب وخبير العلاقات الدولية. دكتور ماك، انا برحب بيك يا فندم. اهلا بيك واهلا بمشاهدينا الكرام. اولا لو تطلعنا على الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ ماك، أولا حضرتك في واشنطن ولا يعني مقر حضرتك فين تحديدا؟ في واشنطن يا فندم، يعني على حدود واشنطن. واشنطن تعتبر أيضا من الولايات المتضررة والمتصدرة المشهد فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، يعني واشنطن عاصمة اقتصادية كبيرة تأثرت بشكل كبير. لو تطلعنا على الوضع حتى الآن، كيف يبدو مدى التزام كمان المواطنين بالإجراءات الوقائية؟ هو النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 185 ألف حالة مسجلة، عدد الوفيات ارتفع 3873، عدد الحالات التي تم شفائها 7024، أكبر وفيات تمت في يوم واحد كان 830. ما في شك أن هذا الأرقام بتتصاعد بتسارع كبير جدا. أغلب هذه الأرقام في ولاية نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت ولويزيانا. كاليفورنيا بدأت تتراجع أرقامها وده مؤشر جيد. واشنطن ستيت بدأت تتراجع الأرقام وده مؤشر جيد. بدأ التوسع في إجراء التحاليل للوقوف أكثر على الموقف وبعد التعاقد مع شركات القطاع الخاص، وتم اعتماد من الاف دي اي في الولايات المتحدة الأمريكية أسلوب للكشف بجهاز متنقل هيبقى موجود في 18,000 نقطة طبية وعيادة دكتور أو مراكز طبية. سوف يكون هناك ما لا يقل عن من 50 ل 100,000 كشف يوميا حتى يتم يعني الوقوف على عدد الحالات الايجابيه. ما فيش شك ان لهجه الرئيس دونالد ترامب النهارده اختلفت تماما عن امبارح وعن اول امبارح. يعني من ثلاث ايام كان الرئيس دونالد ترامب عاوز يخلص ال 15 يوم اللي هم يعني القواعد التي وضعوها للعزل الاجتماعي حتى يتم تهدئه تصاعد الارقام، وعاوز ان ترجع للشغل. وكمان كان بيطالب الامريكان اللي هم يحضروا في عيد الفصح يوم 12 ابريل اللي جاي، وكان بيتمنى ان يرى الكنائس مكتظه بالامريكان. اعتقد ان يعني كل يعني ما قاله الرئيس ترامب في الثلاث ايام اللي فاتوا انقشع تماما كما انقشع يعني الزبد من على وجه البحر في الصباح. النهارده كان يعني مرعوب وهو بيتكلم بعد ما العلماء قدموا له من الخطه ان لو الولايات المتحده الامريكيه لم تتخذ كافه الاجراءات الاحترازيه لوقف هذا الفيروس هيكون عدد الوفيات في الولايات المتحده الامريكيه ما بين 1.5 مليون الى 2.2 مليون امريكي يتوفوا من هذا المرض. لو تم اتخاذ كافه الاجراءات وتم اجراءات مشدده لمده 30 يوم في الفتره القادمه ممكن الارقام دي تنخفض الى من 100 ل 200,000 وفيات في الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد ان لهجه الرئيس النهارده والفريق المعاون له كانت يعني تنم على انه اكتشف ان الموضوع اكبر بكثير من امكانياته. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا تاخرنا 6 اسابيع. يعني كان يعرف الرئيس دونالد ترامب من تقارير مخابراتيه ان هناك ازمه تفشت في الصين وان هناك يعني وباء سوف يحل الولايات المتحده الامريكيه، ولم يتخذ القرار بوقف الحياه في الولايات المتحده الامريكيه وضرب الاقتصاد في مقتل حتى يحافظ على حياه الناس. ماذا تسوى النقود اذا لم يكن؟ طيب استاذنا يا دكتور ماك، يعني ربما لو تحدثنا عن المؤتمر الصحفي بالامس، الرئيس الامريكي دونالد ترامب قالها وبكل صراحه بانه الايام القادمه هي ايام سوداء، يعني وصف الايام القادمه بانها ايام سوداء، وربما هذا الـ يعني الحديث كان محبط لبعض يعني تقريبا لكل الشعب الامريكي. وقال ايضا بانه المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبيه هو خاوي الان. رد فعل الشعب الامريكي على هذا المؤتمر وبالاخص وسائل الاعلام المختلفه الامريكيه
كيف تتلقى هذه الخطابات المختلفة والمؤتمرات الصحفية من الرئيس الأمريكي؟ أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب بيجعل من المؤتمر اليومي، وبيعمله كل يوم على فكرة، ساحة انتخابية. يعني أعتقد أن هي دعاية انتخابية له، وبيتكلم في أرقام تافهة جدا بالنسبة للأرقام المفروض تكون موجودة. يعني ما بيتكلم في مستلزمات طبية مليون و8 من 10 ماسك و10 مليون جوانتي، كل الكلام ده ما يعديش 1% من احتياجات المستشفيات الأمريكية في اليوم. فأعتقد أن يعني الرئيس دونالد ترامب بالتأكيد بدأ يعي أن فيروس كورونا ممكن أن يطيح بأحلامه وطموحه في عادة انتخابه. إدارة الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظري كمراقب وكسياسي إدارة فاشلة. أعتقد أن احنا سوف نتجرع يعني المرار من هذه الإدارة، وأن عدد الوفيات الذي اتكلم عنهم بمنتهى البساطة 100,000 و200,000، ممكن أكون أنا واحد منهم، ممكن يكون ولادي وعرسي منهم. فيعني هذا الرجل أعتقد أنه كان يمكن أن يحمي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه قصر. نقول إحنا النهارده لن نتبكى على اللبن المسكوب. إحنا بنقول للناس اللي بيسمعونا في شتتكم الكريمة من العرب والموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، أرجوكم العزل الاجتماعي، أرجوكم ابقوا في المنازل، أرجوكم لا شيء يسوى أن تعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر. إحنا لو قدرنا إن إحنا نوقف سريان هذا المرض اللعين والفيروس اللعين، ممكن نحقق الأرقام الدنيا اللي اتكلمنا عنها النهارده، الموديل اللي حطوه الشرط اللي حطوه النهارده، إن مع أفضل الأحوال عدد الوفيات هيوصل ل 100,000. رقم رهيب، رقم ضخم. حاجة تانية برضه من خلال شاشتك الكريمة، أرجو محدش يستخدم عقار الكلوراكين أو الهيدروكسيكلوراكين من غير رعاية طبية مباشرة ورعاية طبية لطيفة، لأن الدكاترة طلعوا وقالوا إن عشان تستخدم العقار ده لازم يكون في متابعة لقلبك، ولازم يكون في كشف قلب دايما يعني على ولكن ربما في كل مؤتمر صحفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد على هذا العقار، وبالأمس قال بأنه هذا العقار ربما ينجح في تخفيف أو في علاج الكثير من الحالات، هو يعني يصر على هذا الأمر. أنا بشكرك دكتور ماك شرقاوي، الكاتب وخبير العلاقات الدولية، شكرا ليك.